هو الجهة التي أنتجت هذا الدواء، الجهة التي أنتجت الدواء قالت أنه مجرد مكمل غذائي فقط، لم تقل أنه دواء. نعم، لكن الشيء اللي يعني أكثرنا منه يعني من الحملات التحثيثية والتوعوية منذ يعني العديد من الشهور، فهمنا المصابين بالسكري أن هذا مكمل غذائي. يعني الشيء اللي بقالنا يعني كحاجز ما بيننا احنا كممثلين لهذه الشريحة وشريحة المصابين بالسكري، قيل لنا أن هذا المنتوج متواجد يعني بالصيدليات، وهذا الشيء اللي تأسفنا له أخي الكريم. ما دام هذا المنتوج راه متواجد في الصيدليات، فالمصاب بالسكري يعتقد مسبقا أنه دواء، بالرغم من الحملات التحسيسية والتوعوية اللي قاموا بها جميع جمعيات مرضى السكري على المستوى الوطني والفيدرالية الجزائرية كذلك يعني بالتحسيس تاعها، إلا أن المرضى السكري أصروا على أن هذا دواء وتناولوه بكثرة، ولكن نهاية المطاف أخي كريم أنهم دخلوا في العديد من مضاعفات داء السكري منهم. طيب الإشكال ليس في تناول الدواء وإنما في تخليهم عن الدواء الحقيقي. المشكل نعم راني جايك أخي كريم، المشكل الكبير يعني وهو تخليهم عن العلاج يعني بالدواء الأصلي تاعهم اللي هو الأنسولين والأقراص المضادة للسكري، بالرغم من أننا طالبنا من المصابين بالسكري إذا أردت تناول هذا المنتوج يعني المنتوج المكمل الغذائي عليك استشارة الطبيب المعالج، فالطبيب المعالج هو وحده من يقرر. أخي الكريم، هناك مصابين بالسكري نوعان، الذين يعالجون بالأنسولين والذين يعالجون بالأقراص، ولكل وحالته الصحية، فيه من تسمح له حالته الصحية بالعلاج بالأنسولين، وفيه من تسمح له حالته العلاجية. طيب وأنتم يعني أنتم في فيدرالية، هل سجلتم أشخاص يعني مرضى سكري تضرروا من هذا المكمل الغذائي؟ نعم أخي الكريم، لهذا ناشدنا وزارة الصحة والسكان أن تتدخل بطريقة استعجالية، ووزارة التجارة أن يتدخلان بطريقة استعجالية ويوقفان هذا المنتوج خاصة في الصيدليات، لأننا أخي الكريم نتلقى يوميا لا أقول لك العشرات من المكالمات الهاتفية بل مئات من المكالمات الهاتفية من الأشخاص الذين تناولوا هذا المنتوج وتعرضوا إلى مضاعفات خطيرة. احنا ما راناش باغيين أخي الكريم أن مستشفياتنا، لكن فقط حبيت نركز في نقطة هامة، حبيت نركز في نقطة هامة، هل تناولهم لهذا المنتوج هو اللي يعرضهم للخطر أم تخليهم عن العلاج الحقيقي؟ هي أولا تخليهم عن العلاج الحقيقي للسكري يعني الأنسولين أو الأقراص المضادة، ثم المكمل الغذائي يعني هنا المسؤولية فقط سيدي، المسؤولية هنا تقع على المريض نفسه، لأنه من أنتج الدواء قال أنه مكمل غذائي فقط، ووزير الصحة تصريحه اليوم قال يا جماعة هذا مكمل غذائي فقط وليس دواء. نعم، حتى في الايام الاسابيع الماضيه ان السيد معالي وزير الصحه والسكان واصلاح المستشفيات وهو مشكور على هذا قال ان هذا مكمل غذائي وليس دواء. طيب هنا نتفق على ان المسؤوليه تقع على المريض، المسؤوليه تقع على المريض، تقع على المريض وحده، لا اخي تقع على المريض وتقع على بعض الاطباء وتقع على الصيادله اخي الكريم. كيف ذلك؟ حتى على صاحب المنتوج، هذا المنتوج الغذائي، لأنه في أول وهلة أخي الكريم وأول ظهور له في شاشات التلفزيون قال أنه في 6 أيام على عندما يتناول المصاب بالسكري هذا المنتوج غادي يشفى نهائيا من الإصابة بالسكري، فعند سماع مرضى السكري لهذا الخبر تهافتوا بكثرة وطلبوه بكثرة باش يتناولوه، ولكن مع مرور الوقت صاحب المنتوج يظهر مجددا على شاشات التلفزيون ويقول أنه مكمل غذائي، ونحن كمصابين بالسكري وكممثلين لهذه الشريحة من المصابين بالسكري قلنا أي دواء أو أي منتوج لا يكون معتمدا من طرف وزارة الصحة والسكان، ولا يكون معتمدا من طرف وزارة التجارة، ولا يكون مراقبا، يجب أن تكون عليه مراقبة من طرف المخبر الوطني لمراقبة الحسية. لكن كيف روج في الصيدليات؟ هو تحصل على الترخيص، هو تحصل على الترخيص حتى روج في الصيدليات ويباع في الصيدليات، هذا ترخيص من طرف وزارة التجارة وليس من طرف وزارة الصحة والسكان، لأنه ليس دواء. وزارة الصحة والسكان ترخص للأدوية لا للمكملات الغذائية، فلهذا نحن نناشد
ونطالب من السيد معالي وزير الصحة والسكان، ونطالب من طرف السيد معالي وزير التجارة السحب النهائي لهذا المنتوج من الصيدليات حتى يعني تكون التحاليل يعني مطابقة للمواصفات المعمول بها. شكرا جزيلا لك نور الدين بوسطة رئيس الفيدرالية الوطنية لمرضى السكري على هذه المداخلة. نذكر مشاهدينا الكرام أن وزارة التجارة حذرت من تناول المكمل الغذائي رحمة ربي الموجه لمرضى السكري، وقامت مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة بسحب عينات من هذا المكمل الغذائي، وباشرت عمليات تحليل للمنتوج، كما حذرت الوزارة كل الصيدليات من بيع هذا المكمل الغذائي قبل صدور نتائج التحاليل وإلا تعرضت لعقوبات. نذكر كذلك أن وزير الصحة كان له تصريح اليوم لوكالة الأنباء الجزائرية وقال بالحرف الواحد أن رحمة ربي هو مجرد مكمل غذائي وليس دواء لمرض السكري، داعيا مرضى السكري احترام تعليمات الأطباء. نطوي هذا الملف مشاهدينا الكرام إلى شأن أمني.